يلا اخر الاخبار باش نلخصوا ديما اهم واخر الاخبار. الناس اللي كيما وليدي نجموا يستنفعوا بفقرتنا اليوم يا نورزة. نبداو بالاخبار الاول. اليوم الجامعه التونسيه لكره القدم اعلنت رسميا عن القميص الرسمي للمنتخب التونسي لكاس افريقيا الكوت ديفوار. خلينا نسمع حسام الحاج علي قبيله شنو قال في اكسترا تايم. انا الاحمر عجبني هكا كي تغزلوا الاحمر بيه الابيض شلون ما عجبنيش فيه الابيض والكل احمر يا اما كله احمر ولا كله ابيض فشفتوا معناها تقدر تشوف الابيض اخضر كانه معناها نتاع سهريه مش نتاع ماتش كوره. ان توكا انا كي نخزر كي دو بريفيرونس الاحمر الاحمر عجبني معناها حتى تحسوا امبوزون كلك في الاحمر معناها كل اخر كان جل كله ابيض بالكول هذاك علاش هم عملوا الابيض بالكول باش يظهر الكول واضح دونك بين الاحمر والابيض حاجه مزيانه برشا وكل كوب دافريك حاجه مزيانه نختو بهم ديجا ومازال المريول الثالث. انا هو المريول اللي كي تلبسه تونس ديما تربح بلال الابيض هزينا به كاس افريقيا هزينا به نلعب المتوسط 2001 يعني بصفه عامه نلعبوا خير كي نلبسوا الابيض ولا حتى الروج شباب الحقيقه لا شباب تصميم لا مزيانين هما مزيانين يا بلال وباش نلبسوهم بيان سور وباش نلبسوهم بون صحيح انا اضعف شوي من يوسف المساكني اما باش نلبسوهم حاجه بالكول بيان سور فهمني ولا مش نكونوا نحن لا الوحيد اللي ما ينجمش يلبسهم وليد خاطر الوان عاديه وليد لازم حاجه ابيض واحمر وليد باش تلبسهم بيزار يضحكوا عليك العباد والمريول الثالث اي والمريول الثالث باش يكون مفاجاه جميله جدا ما نجمش نعطيك اللون. انت عندك ال عندي البحث الكل انا اللي يصنع المراول نمشي محليهم صديقنا انيس تحيالي انيس تحيالي بصراحه ناس بصراحه بالشفت في الجينيروزيتي وفي كيفاش يخدموا كيفاش يقدموا خدمتهم يعطيهم الصحه ومحليهم وكيفاش يخدموا كيفاش يعملوا مراول كاليتي وتبارك الله توانسه يقبلوا برشا على المراول نحبوا ولا نكرهوا احنا في كاس افريقيا هذه الكلنا باش نقفوا مع المنتخب ويا ربي انا تعرف علاش متفائل كاس افريقيا هذه يا بلال كل ما نحكروها تونس تفاجئنا نحس انه توانسه ما همش معاملين برشا على مش مستفيلين وتونس كي ما نستفيلوش باش تغدر ديجا من الماتش الاول تشوف قدر كيما اللي صار في كاس افريقيا في جنوب افريقيا وقتها صحيح 96 صرت مشاكل وكذا وما نخرجش من التورلول خرجنا من التورلول وبعد خويا ترشحنا الفينال الفينال مع معلول وقت عملنا ماتشات قلنا تونس السنه في كاس العالم تذكر ولا 2002 باش تعمل حاجه كبيره 2018 ولعب ودنيا هي الفرحه الحقيقه الفرحه ما تكتمل في بالنسبه لي انا شخصيا الا ما نرجع ننظموا نحن كاس افريقيا خاطر ظهر لي وقيت زاد باش نرجعوا نحن ننظموا كاس افريقيا ونكونوا نحن حاضرين معناها فهمتني ان شاء الله ان شاء الله هذيك هي الحاجه اللي لازمها تصير ان شاء الله بعد 2004 دونك ننظموا كاس افريقيا دونك المريول اهبط مازال الكولور الاخر اللي بلال قالنا باش يكون مفاجاه باش يهبطوا الجمعه الجايه الجمعه الجايه ان شاء الله باش يكون موجود حتى ان شاء الله مبروكين بحول الله مبروكين للعموم وللديوان بليش تتنبا تونس انت سفيان انا باش نقول لك حاجه لولانين في الجروب نتاعنا لا الجروب الاولاني مش نترشحوا الاولانيين مترشحوا الاولانيين وليد شكون معانا في الجروب؟ معانا ناميبيا اي معانا جنوب افريقيا اي وتونس ومالي لا كنا نعرف عليك كسر مش هكا في لا في بالي هكا في بالي هكا على الاقل كنت شكون باش نلعبوا غدوه نامي لا غدوه عندنا ماتش اميكال كونتر العزيزه الغاليه موريتانيا صديقتنا انا حاسس انه المره ذي فما نصف النهائي في تحصيل حاصل ان شاء الله حتى انا تعرف وقتاش نتاكد اللي باش نوصل الفينالة كان نخسر غدوه ضد موريتانيا لا بالعكس مستحيل هو غدوه هو ماتش غدوه قال لك باش يعمل فيه باش يجرب فيه برشا برشا ملاعبيه والماتش الثاني اللي باش نلعبوه باش يتلعب لجمهور لا شيء معناها هو اللي يظل هو باش يحط التشكيله الاساسيه معناها اي يلزمنا نجربوا يلزم فار ماتش موريتانيا باش يتعدى معناتها باش يتعدى في التلفزه اما باش نمشيو نتفرجوا احنا ولا بيان سور نمشيو نتفرجوا ونشجعوا بيان سور مع صديقنا انيس مستدعينا هيا به بالحق والله ما استدعتكش الوطنيه ما استدعتكش روح الوطن والعالم والنسر ما استدعتكش فهمتي ولا تلعب تونس والجر تونس في المنتخب هات 20000 هات 20000 ونقص لك تذكره النسر استدعاه عمرك لا تفرج هات 20000 ونقص لك تذكره قدام العباد تو تمد لي انا تعرف لي كل شيء بالكارت طبعا في سيرة الريت تدخل سيرة الريت تكلموا النسر بقدرة الله بقدرة الله السنة نتصور فما خاطر السنة حسب ما يحكيوا المحللين الرياضيين الكل انه كاس افريقيا السنة حديد في حديد
عندك المغرب دومي فيناليست كاس في العالم، الجزائر راجعه، يغزل مصر، كوت ديفوار، نيجيريا. حديد تيوريك ما هابش نقول لك، ولكن قد تفاجئ بكيب قويه كيما الجزائر مصر المغرب تخسر زوج ماتشات وتنسحب. فما حاجات غريبه تصير، قد تفاجئ بكيب معناها ماهيش محطوطه في الحسابات، الله اعلم مش تجي في نهارها ان شاء الله ما شدناش سي كازوي اسمه هو يظل بتاع المغرب ولا بتاع رشح كيب شكون رشح كيب قالوا له شنو الكيبات اللي مدرب الجزائر ولا المغرب مدرب الجزائر رشح كيب بالعكس مدرب الجزائر قال لهم انا كيب ماهيش خارجه من التورلول عامله مش مترشح كاس العالم ما استنيوش منه حتى شيء قال لهم مانيش هذيك ينقص في الضغط على الملاعبيه وعلى الجمهور لا احنا جونا بيه خاطر احنا ديما كلي من فما تصويره ديما تدور على الفيسبوك حتى ماني اشقائنا في المغرب في مصر في الجزائر ديما يهبطوا يحطوا تصويره المنتخب يقول لك تخليه اخر مره متعادل فجاه تغفل عليه ترى تلقى في دوبي فينال هذيك الحاجه ما تفهم شيء ونترشحوا احسن تروازيام الحمد لله ومن بعد نوصلوا دوبي فينال يلا والله قبيله قالوا ملاحظه سامحني خويا تفضل في السبور فهمتني ولا على حكايه النصر حكايه النصر خل ماذا بينا في كوب دافريك خاطر هما كلهم معروفين النمر السد فيل كذا عندك في ماذا بينا في الشعار في الافريقيا النصر يكون معناها فهمتني ولا الشعار موجود النصر دمدوم باش يبلا بلا الشعار موجود النصر كل جوار نربطوا في ساقيه نصر هذا لا النصر يبدا ظاهر ياسر في لا المره ذي عملوا على قصر الجم على صحيح ولا هاك النصر نطلب من اللي يعملوا المراول في اللوجو نتاع المنتخب من النصر وها باش نتقدم بطلب رسمي انيس نطلب منك تحطوا تصوير سعدي في المريول لا عاد لا عاد وقت من المريول دخل من الجملة نصر كبيرة ما نصر نصر شيرف نصر شيرف كيفاش يحكي نصر كي يبدأ سعدي يمشي عاد وليد اختصاصه مشهور وليد يمشي والله موهوب ولا لا موهوب هي اللي تقلد كل شيء لا نصر مش يموت بارك الله عليك وليد هذا النصر في اخر ايامات يلا اير نكملوا مع وليد قبل الفاصل اخرتي في البلفيدير وليد يلا سايبوني انا وليد يلا الحيوانات تحكي على الاخبار هذه يلا الدجاجه تحكي اللي تونيو جديد نتاع ليكيب ناسيونال طلع يلا امشي امشي توني محليه مزيان برشا يلا ديستريبيتور نتاع بنك وحلس هاي ما ثماش فلوس يلا جمل يحكي على تونيو تاع ليكيب ناسيونال بارك الله عليهم بارك الله عليهم تنيات مزيانين اما ماذا بيا راهم حطوا جمل في بلاصه النسر سعدي يحكي على المراول سعدي يحكي على المراول اي انا خويا نوفل ماذا بيا كان شوفوا مش سعدي هذا مش سعدي يبدا ينزل في الكبير وعنده نوفل انا اختصاص حيوانات يلا سعدي نورز تحكي على المراول والله عجبوني المراول وان شاء الله يا ربي سي انيس تحية لي وتو نجيب له الكسكسي برزكين ويبعث لنا مريول قبل انا نلبس اف يلا فاصل وبعد نكمل معاكم الاخبار على برشا اخبار وحكايات هذه ديما لاباس على ديوان فيما ذكركم باش تشاركوا معنا في المسابقه اطلبونا على 31 328 328 او 31 328 330 باش نسالوكم كالعاده سؤال وانتم تحاولوا تطلعوا شكون قبل ما نرجعوا لعبتنا في بدايه الاسبوع المقبل هذه ديما لاباس صباح الخير تونس ابدا صباحك برشا بوزيتيف فايبس وخذ دوزه الكافيين